النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1993 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة بلغت 70 مليون دينار، وتمتد فترة استحقاق الإصدار إلى 91 يوما تبدأ في 29 من شهر نوفمبر 2023 وتنتهي في 28 من شهر فبراير 2024، ويبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.42%، كما يبلغ معدل سعر الخصم 98.403%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 125%. وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته مليارين و110 ملايين دينار. حصد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الجائزة المرموقة للمبادرة التعليمية والتدريبية لعام 2023 ضمن احتفال جائزة الشرق الأوسط لقطاع التأمين لهذا العام. وتأتي هذه الجائزة كتتويج لجهود المعهد المتواصلة في تطوير الكفاءات وتقديم البرامج المتخصصة في قطاع التأمين، حيث طرح المعهد مؤخرا برامج تدريبية متعددة. وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد الشيخ أن المعهد قدم برامج متخصصة لتأهيل الثروة البشرية في قطاع التأمين وتزويدهم بالمهارات المتخصصة في هذا المجال، وقد خدمت الحلول التدريبية بالمعهد قطاع التأمين في أكثر من 16 بلدا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الله الحواج، مدير تطوير الأعمال في مركز الدراسات التأمينية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وبداية ما أهمية حصولكم على هذه الجائزة؟ طبعا حصولنا على جائزة الشرق الأوسط لقطاع التأمين يعكس الدور الفعال اللي يقوم به معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في دعم وتطوير الكفاءات والبرامج المتخصصة في قطاع التأمين. الجائزة تعكس التزام المعهد المستمر بتحقيق التميز وتقديم حلول تدريبية عالية الجودة، وهي نتيجة الجهود المتواصلة للكوادر في المعهد طبعا في تطوير المبادرات التدريبية التي تركز على تحقيق النمو المستدام لقطاع التأمين في المنطقة. دعم أستاذ عبد الله، ما هي أبرز المشاريع التي قمتم بتطويرها والتي ساهمت في فوزكم بهذه الجائزة المرموقة؟ طبعا تم تقديم العديد من المشاريع والمبادرات الباردة التي ساهمت في الحصول على هذه الجائزة، أبرزها شهادة التأمين الصحي المتخصصة التي صممت بالتعاون مع خبراء وممارسين في مجال التأمين الصحي، إضافة إلى ذلك برنامج متخصص لمسوي الخسائر تم طرحه في السوق السعودي، ومنح شهادات مرموقة من معهد الملكي لمسوي الخسائر، كما طرحنا برامج تدريبية متقدمة للقضاة البحرينيين التجاريين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأخيرا برنامج متخصص للمدراء التنفيذيين بالتعاون مع كلية بيز للأعمال الذي تم عقده بالعاصمة البريطانية في لندن. كل هذه المبادرات والبرامج تعزز مكانة المعهد كرائد في مجال تطوير الكفاءات وتعزيز جودة البرامج التدريبية في قطاع التأمين. بالتأكيد السيد عبد الله الحواج، مدير تطوير الأعمال في مركز الدراسات التأمينية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. انطلقت أعمال الملتقى الخليجي السابع للمحاسبين والمدققين تحت عنوان التحولات في مجالات التدقيق الداخلي والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتنظيم كل من جمعية المدققين الداخليين البحرينية وأكت سمارت للاستشارات للعلاقات العامة بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين. وقد تضمن الملتقى في يومه الأول 3 جلسات عمل، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان إدارة المخاطر والحوكمة،
أما ثاني جلسات الملتقى فقد كانت بعنوان التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، والتي ركزت على الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق وتقييم الذات وكيفية التعامل مع البيانات الضخمة في مجال التدقيق، بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان التطور المهني وإدارة المواهب، حيث ناقشت الجلسة الحوارية مجموعة من المواضيع من ضمنها استراتيجيات التطوير المهني المستمر ودور إدارة المواهب في إدارة وتطوير قطاع التدقيق وتعزيز دور الشهادات المهنية في هذا القطاع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خليفة الجودر، عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين البحرينية. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وأستاذ، يعني ما أهمية عقد مثل هذا الملتقى وما هي أبرز مخرجات اليوم الأول منه؟ شكرا جزيلا على هذا اللقاء. بالطبع جرى عقد اليوم ملتقى الخليج السابع للمحاسبين والمدققين بإشراف جمعية المدققين الداخليين البحرينية، وتهدف الجمعية لنشر الوعي بأهمية مهنة التدقيق الداخلي في دعم حوكمة الشركات والمساهمة بالحد من المخاطر التشغيلية وتقنية المعلومات، وبالأخص بما تتعرض له الشركات والمؤسسات والأفراد من مخاطر الأمن السيبراني. بالطبع الملتقى الخليجي السابع غطى عدد من المواضيع، وبالأخص إدارة المخاطر والحوكمة والتكنولوجيا المستحدثة والتحول الرقمي وإدارة المهارات والتطوير المهني. بالطبع تم طرح عدد من الأوراق والتي اشتملت على عدد من الاستراتيجيات والنظم لتطوير مجال الأعمال في مجال الشركات والتدقيق الداخلي. بالطبع المؤتمر يكون على مدى يومين، اليوم الأول عدد من الأوراق واليوم الثاني بيكون فيه عدد من الورش في مجال التدقيق الداخلي. بالتأكيد الأستاذ خليفة الجودر، عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين البحرينية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.